لما امتحانات نص السنة تبدأ وانت مش عارف. مين اللي بيرن في الوقت ده؟ الو، ايه يا زفت، حد رن لحد دلوقتي؟ ايه الحق يا اسطى، بكره الامتحان، قوم ذاكر لك اي حاجه بسرعه. يا نهار اسود، ازاي ده يحصل من غير ما يقولوا لي؟ ناس ابو الصوان، ياما اقفل يا نحس اقفل، انا لازم اقوم اذاكر حالا، لازم اقوم اذاكر حالا. ايه يا لفي، انت بتجري كده ليه؟ سيبنا بابا دلوقتي، انا عندي مذاكره كوم عشان في بكره امتحان. وحياه امك، انت عايز ترمي لي الملعب كله في يوم ليه؟ مخلف زويل. طب ممكن كفايه تانيه وتسيبنا ذاكر بقى. يا الساعة بقت كام دلوقتي؟ الساعة بقت 5 كده، تمام قوي. انا هحل انام بقى 3 او 4 ساعات قبل الامتحان. التليفون بتاعي راح فين بس؟ ايه ده، انت لسه نايم يا محمد وما رحتش الامتحان؟ يا لهوي، الامتحان الامتحان الساعة 2 الظهر. يا لهوي، الامتحان راح عليا يا بابا. يا ابن الكلب، انت كشفت الاول مدى ده، انا هنفخك، تعالى لي.